بيقولوا إن الكلاب من أوفى الأصدقاء للإنسان، يمكن عشان بتقدر اللي بنعمله لها قوي، يمكن عشان طبع الحماية والحراسة في دمهم، أو يمكن ببساطة إن ربنا سبحانه وتعالى خلقهم كده. فلما يبقى عندك صاحب وفي حافظ عليه ورعاه، ولما بيبقاش عندك صاحب وفي خلاص هو ربنا خلقه كده. صباح الخير، قلت اجي اشرب معاكم المرة دي مش قهوة، ده شاي، لان انا صاحية من بدري قوي وعملت حاجات كتير وفطرت، وده الشاي اللي بعد الفطار. مواضيع كتير قوي 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 في دماغي نفسي اكلمكم فيها، بس مش عارفة ليه النهاردة افتكرت المسلسلات الهندي. جات فترة على ماما وخالاتي وستات كتير قوي من معارفنا وصحابنا ورجالة كمان، كان عندهم يعني ولع شديد بالمسلسلات الهندي. فطبعا بما ان انا قاعدة معاهم وفي زيارات، بقى مثلا قاعدة مع بابا وماما، ابص الاقي اوه ده مسلسل كوشي كوشي، افتحي كوشي، يا دي كوشي، يلا نفتح كوشي. اروح مثلا نزور حد، لا 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 ده دلوقتي مش عارف ايه، وتلاقي التلفزيون مفتوح واحنا ساكتين ومش بنتكلم مع بعض، ولا الزيارة فيها ان احنا بنتكلم مع بعض وقاعدين عمالين نتفرج على المسلسل الهندي. الافلام الهندي والمسلسلات الهندي زي برضو الافلام المصرية والعربية والمسلسلات الكويتية وحتى افلام هوليوود، كلها بتعتمد ان هي بتلعب على المشاعر، عايزة تبني ارتباط عاطفي بين الشخص المتفرج واللي هو بيتفرج عليه. وده على فكرة مش في التمثيليات والمسلسلات بس، قبل المسلسلات والتمثيليات والأفلام من زمان قوي كان في الراوي اللي يقعد، وكان في اللي هو اللي على الربابة اللي يقعد على الربابة ويحكي قصص. المبدأ هنا في القصص انه بيعيش البني ادمين اللي بيسمعوا ده بخيالهم في قصة. حتى القرآن الكريم مليء بالقصص، التوراة كلها قصص، الانجيل كله قصص، حتى الكتاب الهندوس كريشما ومش كريشما كله قصص، البوذيين قصص، التاريخ كله قصص. كنت قاعدة عمالة أفكر في موضوع القصص ده، احنا لا فعلا لما بنيجي نتعلم حاجة احسن حاجة ان احنا نتعلمها من قصة. لما نيجي نفهم ولادنا حاجة بنديها لهم في قصة، حتى مسائل الحساب المسائل الكلامية كنا نقدر نفهم اكتر بقصة. انا فاكرة كنت عايزة اشرح لاخويا الكسور نص وربع وتلت والكلام ده، فمسكت اللي هي الجبنة لافاش كيري وقلت له شايف دي دايرة، خدنا دول ده بقى نص والنص بقى اربع تربع ودول تلات تلات وده مش عارف ايه فان في قصة. وليه الغيبة والنميمة سهلين جدا جدا، مش عليكم بس، حتى عليا انا، لانها ممزوجة بقصة. قصة بقولها عشان ادلل على موقف، قصة بابايا بيحكيها لي من وقته القديم، قصة ست بتحكيها عن جارة عن مش عارف ايه عن ايه عن ايه، لان احنا البني ادمين كائنات اجتماعية، فالدروس والعبر لازم تكون ممزوجة بإطار اجتماعي، حاجة تدلل على المفهوم، حاجة تدلل على المبدأ. المشكلة بقى في القصص وفي المسلسلات وفي الأفلام
ايا كان نوعها على فكرة. حتى كمان هنقول احنا متدينين ما بنتفرجش على الحاجات دي، لا معلش برضو البرامج الدينية ويطلع الشيخ يتكلم ويعمل والناس تسأله، دي قصة المتصلة اللي بتتصل بالشيخ والشيخ يرد عليها، دي بالنسبة لنا احنا لان احنا بره هذا الدويتو اللي بينهم، بالنسبة لنا بنتفرج على قصة ومخنا بيضفي تفاصيل على القصة، تفاصيل يعني كتير جدا. فكروا كده هتلاقوا نفسكم بتتخيلوا المتصلة دي بقى شكلها ايه، او المتصل ده شكله ايه، ولما حد فيهم يحكي عن موقف معين ممكن بمخنا كده نتخيله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، وناخد من تفاصيل حياتنا ونضفي على هذه القصة، مع ان برنامج دين والمتصلة والشيخ او المتصل والشيخ. فالمشكلة بقى في القصص ايه؟ المشكلة في القصص ان احنا مخنا احيانا ما بيفرقش ما بين الواقع والخيال، بدليل ان احنا لما بنشوف فيلم رعب بنخاف ونتخض ونترعب، مع اننا عارفين ومتأكدين ان ده تمثيل، وان الدم ده شوية حاجة حمراء، وان الشعر الابيض ده يقول لك دهن شعره زبادي شوية بودرة تلج، وان الست الجميله الحلوه قوي دي لابسه بشكل معين ومش عارف ايه، وفي رؤيه المخرج والمعدين والسيناريست والكلام ده، بس بنعيش في القصه، بنعيش في مشكله المتصله اللي قالت حكايتها وقالت مشكلتها. فانا كنت بعيب على بابايا وعلى مامتي وعلى خالاتي وعلى قرايبي وعمتي والناس اللي في محيطهم على انهم بيسمعوا ويشاهدوا التمثيليات الهندي دي ويعيشوا فيها قوي، وتلاقي قلوبهم موجوعه قوي على اللي حماتها بتعمله فيها والتآمر اللي عليها، وان هي مش عارفه توصل وتحبب جوزها فيها، وان هم بيكرهوه فيها والكلام ده، وكل واحد فيك كمان يطفي على القصة من مواقف حصلت في حياته ومن مشاكل قابلها ومن حاجات والكلام ده، وده اسمه حتى في علم النفس بيسموه الإسقاط. يعني أنا كأني باخد من مشاعري أنا ومن مشاكلي أنا ومن رؤيتي أنا للأمور بأسقطها على هذا الأمر، فطبعا الأمر ده بيتغير. لاحظت ان انا كمان احيانا لما حد بيبعت لي ايميل او لما حد بيبعت لي رسالة على انستجرام او على الفيسبوك، ببقى اليوم اللي انا قارية فيه الرسالة دي مخي قاعد عمال يهدر وشغال شغال شغال. وكنت قاعدة عمالة بفكر في الله يرحمه عبد الوهاب مطاوع، اللي كان له باب في الاهرام اللي هو فيه المشاكل وفيه، وكنت بحب جدا جدا اقرا له بصراحه، يعني كانت القصص اللي بيجيبها كانت جميله جدا جدا وفيها عبره، وكنت على قد ما كنت بحب اقرا المشكله كنت بحب اقرا رده عن المشكله وطريقه تحليله للمشكله وتفنيته، وان هو يقرا ما بين السطور ويدور ويدعبس ويحط كمان الراي الصح. فكنت بتساءل الراجل ده الله يرحمه ده يعني كان ازاي ما بيشيلش المشكلة دي فوق ظهره ويمشي بيها لمدة اسبوع كامل او اكتر وهو بيفكر في حلها، لان انا ببساطة ده اللي بيحصل لي. مش لازم بقى تبقى مشاكل بتجيلنا من ناس او من الكلام ده، ممكن نكون مشاكل جات لنا على الفيسبوك، اوضاع قريناها. خدوا بالكم في عشان بوست على الفيسبوك او على اليوتيوب او على كذا ينال اعجاب جامد قوي 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 لازم يلعب على مشاعر البني ادمين، واحلى مشاعر تجيب اهتمام من اللي حوالينا وتجذب الاهتمام هي مشاعر الغضب والاستياء. حط بوست لضابط شرطة ولا عسكري ولا كذا
بيقوم بياع جائل من على الرصيف. غضب فظيع، مع اننا لو دخلنا وغصنا في اغوار هذه القصة المغضبة اللي بتطلع الغضب من جوانا، هتلاقي ان البائع الجائل ده مش فقير ولا حاجة لمجرد ان هو لابس جلابية مقطعة او وسخة. ده الراجل ده باني بيوت في الحتة الفلانية وفي الحتة الفلانية وفي الحتة الفلانية، وان ممكن يكون دخله الشهري اكتر من دخل موظف محترم لابس قميص وبنطلون وعنده ولدين حلوين في المدرسة، ولا بنوتة أمورة لابسة المريالة الدرال بتاع المدرسة والكلام ده. هتلاقي دخل ممكن البياع الجائل ده أكتر. ما بعممش، ما بقولش إن كل الباعة الجائلين أغنياء وعاملين بيوت والكلام ده، ولكن سمعت قصص كتيرة قوي. شفتوا أجين القصة، قصص كتيرة قوي عن ناس مظهرها بسيط ولبسها بسيط، بل بالعكس لبسها مبهدل ومش نظيف وكذا وكذا وكذا، ويطلعوا انهم اغنياء، ويطلعوا ان عندهم فلوس كتير، ويطلعوا ان هم عندهم املاك وعندهم عقارات وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، وتبتدي الثروة دي تبتدي تظهر في الجيل الثاني او الثالث. يعني لما نشوف القصة كده احنا شايفين ما اراد ناقل القصة انه يوصله لنا. عايز يوصل لنا ان احنا نغضب ونقول ومش عارف ايه، والحكومة بنت مش عارف ايه، والراجل الغلبان والست الغلبانة. انا مش هنسى لما كنت ماشية في الشارع والبياعة بتبيع لي واقفة، وبعدين سألتها على الحاجات، هي كانت فراولة بتبيع فراولة، سألتها على سعر الفراولة، ما كانتش حاطة يافطة فيها سعر، قالت لي رقم خدته منها ولسه يعني بتدور وبطلع الموبايل بتاعي والكلام ده. جات واحدة ست تانية بمظهر تاني وقالت لها سعر تاني خالص. بصت لها كده قلت لها انت اديتيها سعر واديتيني سعر، ليه كده؟ فراحت قالت لي وايه يعني، مش كل برغوت على قد دمه، في ايه يا مدام، ما هتقفي في رزقتنا، ما انت قلتي اه اوكي. قلت لها هو انا عشان ما فصلتش معاكي تديني سعر وحش؟ ما انت اللي ما فصلتيش، يعني لازم تدي سعر في العالي واللي قدامك تفاصل تفاصل تفاصل، وفي الاخر برضو هتتشتم. يعني الموظفة اللي جاية من شغلها دي ما بتكسبش في يومها، لان مهما كانت بتاخد مرتب بالشهر لو قسمته على ايام الشهر هيبقى كل يوم له مبلغ. هي مثلا سيب بتاخد 3000 في الشهر، يعني يومها واقف ب100 جنيه. هذا البائع او هذه البائعة بتطلع اكتر من 100 جنيه في اليوم، اكتر من الموظفة اللي بتروح الشغل واللي لابسة جيبة وبلوزة واللي لابسة مش عارف ايه وواخدة بنتها مدخلها في مدرسة خاصة والكلام ده، واخر الشهر بيجي معهاش ولا مليم، غير هذه البائعة بقعدتها البسيطة بمنظرها بجلابيتها المتوسخة بالإشارب بتاعها اللي ربطها بشكل معين بتكسب أكتر من 100 جنيه في اليوم. فلما تشوف المشهد ده تغضب تقول ايه ده، الست الهانم اللي قاعدة عمالة تفاصل مع البياع عشان ربع جنيه ولا عشان كذا. على فكرة دي ممكن تكون محتاجة الربع جنيه ده أكتر من البياع. تاني الوجهة اللي احنا شايفينها مش مديانة الصورة كاملة، احنا شايفين واحد لابس حلو ولا عنده عربية ولا كذا ولا كذا، وشايفين واحد تاني لابس لبس بسيط او لبس متوسخ وقاعد على الرصيف، لكن مش شايفين حياة ده، مش شايفين حياة ده. وهنا بقى يجي الخيال اللي بيساعدنا ان احنا ننسج قصة ممكن تكون بعيدة تماما عن الواقع. احنا
احنا لو حطينا كاميرا وتتبعنا كل واحد من ابطال القصة دول، تتبعنا الموظفة اللي كعبها بتوجعها من الشيل ومن الحط ونروح ونلاقيها في اخر اليوم قاعدة مع جوزها، حاطة ايدها على خدها وبتقول له هنجيب منين ده وهنجيب منين ده وهنعمل منين ده، مقابل هذه البائعة اللي راحة ومعاها عدة مئات من الجنيهات راجع البيت بتستفهم وبتحطهم، ومثلا ولادها مش بيتعلموا او ملهمش في التعليم او الكلام ده، فالفلوس اللي بتصرفه الموظفة على تعليم ولادها التانية ما بتصرفوش، بتصرفه بأنها بتبني بيت، بتبني كذا، بتعمل كذا، بتشتري أرض في البلد، whatever. اللي أقصده هنا إن إحنا ما نعيش قوي في القصص، سواء تمثيلية هندي ولا تركي مدبلج وفيها البنت الحلوة الجميلة وحبيبها اللي ما نعيش قوي فيها، وما نعيش في قصة موقف منقول على الفيسبوك، لأن إحنا مش عارفينه، مش عارفين كل أبعاده، مش عارفين ما وراء الكلام ده وشخوص هذه القصة. احنا كل اللي عرفناه الرسالة اللي كاتب الموقف ده بينقلها لينا. وكمان برضو ما نعيش قوي في مشاكل جيراننا ومشاكل صحباتنا ومشاكل، نبقى صحاب كويسين ونقف جنبهم ونبقى جدعان ونساعدهم وننصحهم وكذا وكذا وكذا، لكن اللي بقوله ان احنا ما نعيش قصتهم، ما نعيش مشاكلهم، لان ده بيعمل ضغط علينا، بيعمل عبء علينا. وده على فكرة في القصص الكويسة والقصص الوحشة، إذا كنا هنعيش مشاكل قصة وحشة ونتعاطف والكلام ده، في القصة الحلوة هنتعاطف مع أنفسنا ونحس يا عيني عليا جوزي مش بيعاملني كويس زي جوزها، يا عيني عليا مش بشتغل شغلانة بتكسبني زي ما بتكسب ده، يا عيني عليا مراتي مش زي مرات ده، يا عيني عليا ولادي مش زي ولاد ده، يا عيني عليا درجاتي في الامتحان مش زي درجات ده. في قصة ما بنعيشها سواء احنا في دور الضحية وبنتعاطف معاه، او في دور البطل المجرم وبنغضب منه. نمسك كده كل حاجة، واهم حاجة بحس ان هي بتعرفني هل اللي انا فيه ده صح ولا غلط، ان انا اشوف النتيجة. لما اتفرج على حاجة، ليه انا بحب الافلام الكوميدي؟ مع ان احيانا الافلام الكوميدي بتبقى سوداوية وفيها قصة عميقة جدا جدا، بس انا بحبها لان انا بعد ما بخلص الفيلم الكوميدي بحس ان انا حاسة حياتي لايت شوية، خفيفة، بضحك، بفكر بس بفكر بضحك مش بسوداوية ولا لكن لو اتفرجت بقى على فيلم وعمل لي مثلا كوابيس بالليل عشان مزعج متعب، او خلاني عايشة مع البطل او البطلة وصعبانين عليا وعايشة مشاكلهم وحاسة بالضيق جوه قلبي، ده مش كويس. فعايزين نحكم على حاجة إذا كانت كويسة ولا مش كويسة، نشوف النتيجة، نشوف إحنا بنحس بإيه بعد ما ينتهي هذا الفعل، بعد ما تنتهي التمثيلية، بعد ما تنتهي الجلسة مع الأصحاب، بعد ما ينتهي البرنامج اللي بنتفرج عليه، بعد ما نقفل الفيسبوك ونلاقينا بنفكر في البوستات دي، بنفكر في البوستات دي، بنفكر في البوستات دي. فدي رسالة الصبح اللي أنا فكرت فيها، واحدة من الحاجات اللي أنا فكرت فيها. دلوقتي هنروح نشتغل شوية وبعدين عندي ميعاد في الكوافير، وبعدين هننزل نتمشى وبالمرة نشتري شوية حاجات للبيت.
اللي عندهم ولاد كبار يمكن هيعرفوا اللي انا بقوله، ان الولاد كل ما بيكبروا كل ما بيتأخروا كل ما بيروحوا بيبقى عندهم اشغال دراسة الكلام ده. ف بحاول اجهز في اليوم عشان لما نيجي نتعشى مع بعض، احنا وجبتنا الاساسية بتبقى في حدود الساعة 6 7، هي غدا وعشا مع بعض، ان احنا نقعد ونتلم ونسمع قصص بعض بقى بدل ما نسمع قصص الفيسبوك وقصص التمثيليات وقصص الافلام والكلام ده، لا نقعد مع بعض ونسمع قصص بعض ونسمع حكاوي بعض. يعني زي ما بقول لكم، القصص من ايام شاعر الربابة كانت هي اللي بتجمع القبيلة، هي اللي بتجمع القرية، هي اللي بتجمع هذا المجتمع الصغير عشان ييجوا يقعدوا يسمعوا لشاعر الربابة وهو بيحكي سيرة الهلالي، أبو زيد الهلالي ومش عارف ايه والكلام ده، وطلعوا عليهم بالسيوف قتلوهم. انا سيب كنت بحب الحاجات دي، فنقعد نعيش بقى في القصة وكل واحد ينسى همومه شوية أو يلاقي هموم أكتر من همومه، فها يحس براحة شوية أو يعيش دور الضحية شوية أو whatever. فنتعلم من القصة ونطبق اللي اتعلمناه، لكن ما نعيش القصة، لأن كل واحد فينا له قصة غير التاني. يمكن أشوفكم بعد شوية. الله الزرع ابتدى ينبت، وده فكرني ان احنا هندخل قريب موسم جديد. اصل حياتنا دي كلها مواسم، موسم نزرع، موسم نحصد، موسم نتعب، موسم نرتاح. ولو ما عشناش المواسم دي يبقى ما بنعيش الحياة. فلما يقابلنا فترة فيها حالة معينة اعرفوا انها مش دائمة، ده موسم من مواسم حياتنا. نعمل فيه ايه؟ نواجهه، نشوف ايه اللي محتاجين نعمله، ايه الخطوة الصح اللي لازم اعملها. وبعد ما التلج امبارح كان مالي الدنيا، مطرت المطرة دوبت التلج وكشفت عن البراعم الجميلة الصغيرة دي اللي ابتدت تنبت وتطلع حتة حتة. يا ترى بعد شوية لما اجي اشوف البراعم دي هتطلع ايه؟ للأسف انا مش خبيرة في الزرع.